نادي الاهلي عمل نتيجه ايجابيه، وعايز اتكلم في حته النتيجه الايجابيه دي. في ماتش الذهاب الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 1-0. النادي الاهلي كسب بره ملعبه، فدي تعتبر نتيجه ايجابيه. لما يجي حد بعد الماتش يقول لك ايه، احنا الماتش الجاي كانه ما تلعبش، او كاننا مش هننزل، كاننا خسرانين او متعادلين صفر، مين اللي قال كده؟ ده لا في علم التدريب الرياضي ولا في علم النفس الرياضي، مش موجود الكلام ده خالص. بالعكس، انا عملت نتيجه ايجابيه، اخد النتيجه الايجابيه ديت واستغلها المباراه الثانيه، المباراه الثانيه لصالحي ان شاء الله، لانها في ارضي، فانا معايا اوريدي مكسب ومعايا ثلاث نقط. انا اللي الضغوط صعبتها شويه على فرقه الترجي، لان هو كمان جاي لي ملعبي. عندنا كان نفسنا الجمهور يحضر، ولكن خلاص حاجه مش بايدينا، تعليمات امنيه ما نقدرش نتكلم فيها. والنادي الاهلي لو تفتكروا المباراه الاولانيه كانت الظروف ما قبل المباراه صعبه شويه، ولكن قدر الجهاز الفني والجهاز الاداري قدروا يتعاملوا مع النقطه دي كويس قوي، ونزل النادي الاهلي ولا كان في حاجه حصلت. النادي الاهلي نزل وقدم عرض طيب وكسب، والنهارده لازم نستغل المكسب ده استغلال ايجابي بقى. ده اللي انا بتكلم عليه.